استمرارا لتفعيل مبادرة كلنا واحد، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات حلوى المولد النبوي والمساعدات العينية على عدد من المواطنين احتفالا بتلك المناسبة. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين. دائما ما تأتي مبادرة كلنا واحد بجديد على صعيد تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وكأداة فاعلة تحقق من خلالها وزارة الداخلية التواصل مع كافة فئات المجتمع. المبادرة برعاية رئيس الجمهورية قد نجحت خلال الفترة الماضية في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. هذه المرة تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى مولد خير الأنام الرسول الكريم، حيث قامت قطاعات الوزارة بإفادة مأموريات إلى القرى والنجوع والعديد من المستشفيات وبعض دور رعاية الأيتام ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية المكفوفين في إطار الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية لهذه الفئة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم لتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف تعزيزا لروح المشاركة، وفي إطار الدور الإنساني الكبير الذي تطلع به وزارة الداخلية على كافة الأصعدة. طبعا فرحان بضباط ان هم جايين معانا وبيفرحونا، كلنا مبسوطين جدا بوجودكم معانا. وقام الضباط بتوزيع الحلوى على المرضى وذويهم نزلاء الأقسام المختلفة بالمستشفيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارسهم، وكذلك نزلاء دور رعاية الأيتام، ما ساهم في إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الجميع ورفع من روحهم المعنوية بعدما لمسوه من اهتمام بهم من قبل وزارة الداخلية وحرص على الوصول إليهم والاحتفال معهم. كما أثنوا على هذه المبادرة وأشادوا بنجاحها الكبير خلال الفترة الماضية في تحقيق التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع المصري. مبادرة جميلة جدا، فعلا الفئات الخاصة بالذات بتحس بيها أكتر من أي حد في الدنيا كلها. إن الضابط بنفسه داخل لهم يهنيهم بالمولد النبوي، فدي بالنسبة له يعني دخلت فرحة كبيرة أوي للطفل، إن الضابط بيتصور معاه وبيشاركه في الاحتفالات. بينما ثمن المواطنون غاليا ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لدعمهم وتخفيف الأعباء عنهم ومشاركتهم لاحتفالات والمناسبات. الشرطة ما بتخدناش في أي مناسبة، لا مولد النبي ولا عيد أم ولا عيد كبير ولا أي حاجة. زيارة سعيدة يكفي الفرحة والانبساط اللي على وجوه الأطفال. ربنا يكرمهم ويجازيهم خير، ده طبعا عمل عظيم جدا جدا. وسوف تواصل وزارة الداخلية أداء دورها الإنساني والاجتماعي تجاه المجتمع، إيمانا منها بأنها جزء من هذا المجتمع الذي تسهر على حمايته واستقراره والتفاعل مع أبنائه والتخفيف عنهم لمواجهة أعباء الحياة اليومية.